وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي روايه النجاح. كما عودناكم نستقطب عدة كفاءات في عده مجالات. رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم وهو السيد احمد عمر عوض. اهلا وسهلا فيك سيد أهلا احمد. اهلا وسهلا فيك. شرفتنا في برنامجنا الاسبوعي. اهلا وسهلا حياكم الله. سيد احمد، انا بنعرف سيد المشاهدين مين بيكون سيد احمد عمر عوض وكيف كانت بدايه حياتك المهنيه. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اسمي احمد عمر عوض، انا اشتغل موظف حقول البترول لشركه ادنوك. تمام، فبس فكرت اسوي، طبعا في حقول البترول دوامنا مثل ما نقول اسبوع دوام اسبوع اجازه، ففكرت كل واحد عندنا يبغي يسوي مشروع، لكن ظروف دوامنا تخرب علينا ان نحن شو نفتح مشروع. بس الحمد لله دوله الامارات ما تقصر، دوله ما تقصر، نقدر نفتح رخص تجاريه من البيت، نشتغل من البيت. طبعا هاي الموضوع اونلاين، ايوه، فسهل علي وايد، وطبعا قانوني لان عندي رخصه تجاريه من مؤسسه المحامي براشد لدعم المشاريع الصغيره والمتوسطه. وطبعا هالموضوع كان بالضبط مناسب لي جدا، وطبعا لوايد مواطنين، لان نقدر نشتغل من البيت وعندنا رخصه تجاريه بدون اي مخالفات بدون اي شيء. فانا فكرت في الطباعه، انا احب اللبس والديزاينات، خاصه قبل هذا، قبل افكر في مشروع كنت انا اطبع نفسي، احب اني البس شيء يعني. ايوه احب اني اطبع شيء انا مسوينه من تصميمي او شيء في بالي، مش شرط اني انا مقيد فقط باللي في السوق. فمن هنا جتني الفكره، وبحثت وين اشتري الاغراض، كيف طرق الطباعه، وصار لي الحين قريب 3 سنوات، يعني تقريبا اول 6 شهور كانت بس تعليم، خربت وايد اشياء، حركت فنايل وهذا وشي، بس الحمد لله شوي شوي تعلمت وبديت بس بتيشيرتات. كان الكاستمر يجيب التيشيرت اطبع فقط طباعه، بعدين قمت انا اوفر تيشيرتات، لان يعني شوي شوي قمت اجيب كابات، شوي شوي قمت اجيب مج، قلاده، سلاسل، ممكن ميداليه، ممكن شماسيه الشمس على شنط. فبس شوي شوي قمت اتوسع والحمد لله اموري طيبه. جن يعني فتحت الرخصه تبعك وابتديت، يعني مثل ما خبرنا انك تعلمت شوي شوي. خلينا نتكلم شوي على الخدمات اللي تقدمها. والله انا اطبع على تيشيرتات، اي نوع من الملابس، اي ديزاين يجيبه لك الزبون تطبع. اي ديزاين يجيب لي الزبون. انا مو مش ديزاينر، ما اسوي ديزاين، بس انا شغلي اني انا استقبل ديزاين او صوره او كتبه اسم رقم اي شيء واسوي له مثل ما هو يبغى، بالضبط باللون اللي يباه، بالخط في الفونت كذا نوع، يختار الفونت اللي يباه اقدر احط له اياه. ممكن يكون على كاب، على تي شيرت، على بنطلون، على سلسله، كلها نفس الديزاين. سويت كذي الكاستمر قبل. بس ما يختلف يعني من خامه الى خامه؟ والله في تختلف من خامه لخامه، الطباعه بتكون نفس الشيء، بس يختلف في هذا الجهاز اللي هو المكبس الحراري، درجه الحراره والتايمر. فمن من تي شيرت من خامه لخامه، يعني مثلا القطن بحط درجه حراره اعلى ووقت اعلى، اما البلوستر او الخامات الخفيفه درجه حراره بتكون اقل والتايم اقل. فهو كل شيء ممكن ينطبع عليه، بس يختلف درجه الحراره والتايم. كم مده الطباعه تبعه مثلا؟ الطباعه بس في المكبس الحراري ما تاخذ وقت، لكن الطباعه كامله لان تبتدي من الكمبيوتر، اخذ استقبل الديزاين، ممكن ساعات احتاج اعدل عليه، بعدين اخذ القياس التيشيرت، يبغى ديزاين كبير ولا صغير، فاخذ القياس من التيشيرت لما اضبط القياسات، بعدين اطبع، بعد ما اطلع طباعه ساعات احتاج اني افرغ، يعني كله على بعض على تيشيرت واحد من 10 دقائق لربع ساعه. طيب استاذ احمد، انت بتشوف مثلا الناس انه بيلجؤون وايد للاشياء هاي للطباعه وكذا؟ الحمد لله في عليها اقبال، وفي ناس وايد، يعني حتى وايد ناس قالوا لنا احنا كنا ندور هالشيء من قبل، في ناس يوني من ابو ظبي، في ناس يوني من راس خيمه عندي كاستمر. بس انه شو، طبعا الكاستمر اللي مش كل يوم الناس، مش مثل المطعم، مثلا مطعم كل يوم الناس تاكل، اما الطباعه او الملابس بشكل عام الناس ما تسوي شوبينج كل يوم، ممكن 2-3 مرات في الشهر، او مثلا اذا كان طباعه ممكن 5-6 مرات في السنه. فهاي هي ان يعني افضل الكاستمر، هاي اشياء الهدايا مثلا وكذي، ايوه هدايا وكذي، فما بتستخدم يوميا بالضبط. هاي هي.
سيد أحمد، خلينا نتكلم عن الشيء اللي بيميزكم عن باقي الشركات أو باقي المنافسين إلك. والله عندي الشيء اللي يميزني الكواليتي مالي حلو. يعني أنا يوم فتحت المشروع درت على المحلات اللي برا، في ناس تسوي طباعة بس يكون التيشيرت ماله تعبان، فالكاستمر يضطر إنه يروح يدور تيشيرت فاضي ما مرسوم عليه شيء كواليتي ماله زين عشان يطبع. طبعا يا اما بيكون غالي او انه صعب يحصل تيشيرت مش موجود. فانا ركزت على هالموضوع، والتيشيرتات اللي عندي اطلبها من مصانع عجمان تفصيل، وانا اختار نسبه البوليستر ونسبه القطن، فالتيشيرت مالي كواليتي ماله وايد حلو. ومشكله ثانيه الناس يواجهونها انه هو في الغسيل. طبعا انا في الغسيل تيشيرتاتي، يعني عندي انا تيشيرتات مال كاستمر التيشيرت نفسه اخترب بس الرسمه مالتي بعدها موجوده زين، فما في مشكله في الغسيل. وعندي طبعا المقات والكابات وهذا، واي نوع من الديزاينات اطبعها او اي صوره اي شيء، سواء كانت على القطن سواء على الجينز. ايوه على أي قطن على الجينز على اي نوع قماش، مش فقط بوليستر او ناس تعتقد انه في القطن بس، او لا اي نوع قماش اقدر اطبع عليه. حتى في اكاونتي لو تروح الاكاونتي يور ديزاين موجود، في مره طابع على جينز جاكيت جينز الظهر كامل مطبوع عليه، في تيشيرتات الرياضه، في تيشيرتات قطن اللي اكثر، هودي على كابات، على اي شيء اقدر اطبع عليه. طيب بالنسبه للخامات اللي تستخدمها مثلا في الطباعه، الخامات عندي انا عندي نوعين. المواد مثلا اللي انت تستخدمها في طباعه بالهيت ترانسفير اللي هي بالبرينتر والحبر، وفي نوع ثاني اللي هي بالفاينل. الفاينل اللي هو اللي تكون مثل الجلاد، وهذا الماكينه اللي تقصها، تقص الكمبيوتر يقرا وتقص التشكيلة الديزاين اللي تبغاه. تمام، فهذا النوع زين وهذا النوع زين، بس طبعا الفاينل اقوى. والنوع الفاينل مالي من امريكا مش صيني، يبنى كواليتي مالي امريكي، فنفس الشيء غسيل ما يروح اي شيء ما يروح، بالضبط نفس الديزاين اللي تبغاه، حتى اقدر اعدل على الديزاين. يعني في ناس يطرشوا لي ديزاين يكون كواليتي ماله صغير، اقدر اعدل عليه اخليه بنفس الكواليتي بس بحجم اكبر. تمام، اقدر اسوي هالشيء. في الصور بعد اقدر اسوي هالشيء. الفرق بين الهيت ترانسفير والفاينل، الهيت ترانسفير احسن على اللون، على الالوان البيضة. وطبعا اذا في صور، صوره فيها وايد الوان، فالافضل اطبعها على ورقه اللي هي ورقه، مش اي ورقه عاديه، ورقه اسمها هيت ترانسفير بيبر، هاي اطبعها على تيشيرت خاصه لطباعه الملابس. نعم، ال 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 الورقة خاصة لطباعة الملابس، والحبر خاصة لطباعة الملابس، والبرنتر خاصة لطباعة الملابس. في ناس تعتقد تقول مثلا انا بطبع من المكتبة وبي بس ابغي المكبس عندك. لا، المكتبة المكاتب عندهم طباعة الاوراق العادية. والحبر للاوراق العادية والهذا اكيد بيخرب مع الغسيل وكذا. ما بيطبع اصلا، ما بيمسك على التيشيرت. ما بيمسك. بس لازم نوع الحبر ونوع الورق عشان يمسك على التيشيرت. طبعا خصوصا الكواليتي تبع الحبر، لانه في كثير رسومات يعني بتروح مع الغسيل. لا، لو راح مع الغسيل رجع لي برجع الكلوز. بعد من الاشياء اللي تميزني ان نوع الحبر اللي انا اخذه احبار من كواليتي عالي جدا، على اساس انه ما يطلع من الغسيل، حتى ما يبهت من الغسيل بعد فتره. انا ما يوم اشتري بضاعه ما استخسر اجيب اشياء يعني رخيصه وشي، لا انا يعني حاليا انا افكر اني شو اني اكبر او اني اربح كاستمر. ويهمني الكواليتي، وانا امن بهذا الشيء. اذا كان الكواليتي زين الرزق بيجي بعدين ان شاء الله، الرزق من عند الله بيجي بعدين، بس اهم شيء ان الكواليتي يكون ممتاز. فانا ما استخسر اجيب اغلى انواع الحبر، اغلى انواع الفاينل قلت لكم اجيبها من امريكا، تيشيرتات اجيبها كواليتي زين. فيعني فروم اي تو زد التيشيرت بيجي، كان نوع، كان كواليتي التيشيرت، كان نوع الحبر، كان نوع الفاينل، كله كواليتي ماله ممتاز جدا، وما في اي مشكله في الغسيل ولا في اي مشكله في اي شيء. وبالاضافه للكابات، بالاضافه للميداليات، بالاضافه للشماسيات، بالاضافه لكل المنتجات اللي عندي.
سيد أحمد شو أنواع الخدمات اللي تقدر تقدمها للناس؟ والله أنا بديت بالتيشيرتات طبعاً. التيشيرتات عندي أهم شيء، تيشيرتات، هودي، كاب، ميدالية، سلسلة، قلادة، شماسية، حالياً جديد أجيب ماسكات عشان الفيروس كوفيد 19 أطبع عليه أي شيء. بعد ممكن الكاستمر يجيب لي ثياب أطبع عليه، يعني في ناس يبوا لي بنطلون أقدر أطبع عليه، كاب من برا، يعني أنا أقدر أوفر، أنا أوفر سلاسل وتيشيرتات ومقات وشماسيات وتجيب الإضافة. إذا الكاستمر جاب لي شيء بعد أقدر أطبع عليه. طيب أنا أبي أسألك، مثلا أنت مختص بس في الملابس ولا مثلا مثل المخدات وكذا؟ المخدات بعد نفس الشيء، طالما أنه قماش هي أقدر أطبع عليه. ممكن أسوي على مخدات، ممكن أسوي على ستاير، ممكن مثلا نفس اللوجو على ملابس أطفال، ملابس أطفال نعم. ممكن يكون نفس الطاقم مثلا من اللي هو الأب والأم، ماي كينج ماي كوين وطفل، عندي سويت أشياء كذي. يعني ممكن يكون كاب نفس الديزاين على كاب، على تيشيرت، على ميدالية، على مق، على شماسية، كلهم يكونون نفس. على حسب شو بيختار يعني زبون. هي أو مثلا كانت هدية عيد ميلاد أقدر أسوي طقم كامل من نفس الديزاين. ممكن فريق كورة يبون يشترون تيشيرتات مثلا برشلونة ولا شيء، كل واحد يبغى يحط اسمه المفضل أو رقم اسمه الخاص أو رقم المفضل على الظهر. في ناس عندهم ديزاينات خاصة فيهم يبون يطبعونها، صور مثلا أعياد ميلاد أو صور أشخاص عزيزة عليهم. في الأجانب يحطون صور مثلا يحب صور عنده حيوانات الأليفة، كلبة أو شيء يبغى يطبعها على تيشيرته. فوايد أشياء يعني خاصة كثير من الناس يعني كثير. أيوة كل واحد يجيب لي فكرة غير وأنا بعد أستفيد من الكاستمر من أفكارهم. هي طبعا تأخذ خبرة أكثر يعني. بالضبط، يعني أنا توسعت، يعني بديت في الكابات يوم جتني طلبيات كابات كنت أقول لهم ما عندي، فبعدين فكرت فيها بديت أسوي كابات. طبعا أنا أستفيد من الكاستمر وايد يعني من أفكارهم. أنت تستفيد منه بالخبرة وهو يستفيد منك بالخدمة. نعم. يعني بالضبط. طيب سيد أحمد، بالنسبة أنه أنت فاتح مثلا المشروع تبع البزنس تبعك في البيت، كيف مثلا الناس تيجي تأخذ الخدمات هاي؟ والله عندي طريقتين، يعني طبعا انا احرص اني اريح الكاستمر. اذا يبون بالدليفري بالمندوب اوصلهم للبيت مو مشكله، هم بيطرشوا لي ديزاين بالايميل وانا اطبع ويقولوا لي قياس اللي يبونه والالوان اللي يبونها واطبع عليهم واطرش لهم، حتى اطرشهم صوره قبل ما اطرش يعني بالدليفري او المندوب، عيبهم كل شيء اطرشه بالمندوب. او ان اذا هم يتفضلون عندي بعد نفس الشيء، اذا مثلا في ناس يبغون يطبعون على تيشيرتاتهم هم الخاصه فما عندي مشكلة، إذا تيشيرتات الناس أو تيشيرتات من عندي من ناحيتين ما عندي مشكلة، إذا الناس بيون من عندي أو بالدليفري بعد ما عندي مشكلة. طيب سيد أحمد، خلينا نتكلم شوي على رؤيتك المستقبلية. والله إن شاء الله رؤيتي المستقبلية إني أفتح محل، ممكن أبتدي بمحل صغير بعدين شوي شوي أتكبر، بعدين شوي شوي أسوي فروع في مولات أو شيء، بس طبعا ما ببتدي في مول، ببتدي في مكان صغير. ويعني بشوف إذا بحط حد أثق فيه إنه يكون ماسك المحل، بعد شوي شوي محل أكبر، بعد شوي شوي نوصل مولات، وين ما نقدر نوصل إن شاء الله. الله يعطيكم التوفيق. ممكن. طيب سيد أحمد، بالنسبة لإنك تبي مثلاً تتوسع، ما تبي تتوسع في نفس المجال بس تتوسع شوي مثلاً تصاميم وكذا؟ والله ممكن بعد قدام إني أخذ كورس اللي هو الديزاينر، إني أنا أسوي ديزاين أو أصمم. أنا في ناس يقولوا لي نبغي ديزاين، أقول لهم في ديزاينر ثاني عندي، ربعي ثانيين أطرشهم هكي يسوي له ديزاين وأنا أطبع. فممكن إذا أنا أبغى أتوسع أنا أكون مصمم، أنا عندي خلفية بس مش بروفيشنال يعني، فيبغي لي كورس أو شيء إني أطور من نفسي وإن شاء، بس يعني بالها وقت، أنا معرس عندي عيال شوية فالوقت قليل جدا، فإن شاء الله قدام أخذ كورس. إن شاء الله التوفيق سيد أحمد. إن شاء الله أجمعين يا رب. We'll be right back.
خلينا نتكلم شوي عن نعمة الأمن والأمان. شو بتعني لك نعمة الأمن والأمان؟ والله هاي من أفضل نعم اللي رب العالمين رزقنا فيها، ويعني أفضل نعمة الحمد لله نعمة الإمارات. نحن في دولة الإمارات، يعني أنا أطلب ناس تطلب مني أشياء أطبع وكذي، يجون أنا مش خايف إن حد ينصب علي إنه ما يدفع ولا شيء، لا هالموضوع يعني ممكن قليل جدا، يعني 1% بس وايد ناس إنه يطلبون يكون عندهم جدية يدفع. وهذا في ناس تي عندي، هذا طبعا هالمشروع عندي في البيت، بشتغل من البيت. في ناس تي عندي البيت كاستمر، في ناس تطلب اونلاين، وفي ناس تي عندي البيت اللي يبغون، يعني اللي يبغون دقة في التصميم فما بينفع في التلفون او هذا، فيون عندي البيت. يو عندي والله وايدين الحمد لله، ما عمري تعرضت لموقف خطر او شيء، الحمد لله دولة امان، والشعب سواء مواطنين او وافدين طبعا الحمد لله. الله يحفظ شيوخ الامارات. امين يا رب العالمين. هذا أكيد بيرجع سيد أحمد القيادة الرشيدة في دولة الإمارات. طيب إذا عندك مواقع تواصل اجتماعي مشان نتواصل من خلالها أزمان، بس بما أنه أنت تشتغل أونلاين في هذه الفترة يعني. هي نعم، عندي موقع تواصل على الانستغرام بالعربي صمم ملابسك بنفسك. في الانستغرام إذا تكتب صمم ملابسك بنفسك بيطلع الأكاونت مالي، وبالإنجليزي your underscore design 100. فيها أرقام التواصل الصفحة تبعك، وفيها أرقام تواصل، فيها اللوكيشن، فيها كل شيء. رقم فيها أنواع مثلا ديزاين وكذا، فيها كل الأشياء اللي أنا طبعتها موجودة في الأكاونت، وكيف أنا أطبع، والخامات أو الأشياء اللي عندي، كان كاب، كان مج، كان سلسلة، كان تي شيرت، بنطلون، كل شيء موجود في الأكاونت. طيب سيد أحمد، في الختام فيك تقدم رسالة شكر لإنسان عزيز عليك أو إنسان كان داعم لك فترة حياتك المهنية؟ والله أحب أقدم رسالة شكر للوالدة، كانت دائما تدعمني و ما توقف دربي، يعني تساعدني وكذي. أشكر الوالدة على مجهودها وعلى تربيتها، والوالد الله يحفظهم، والدولة طبعا، الشيوخ الله يحفظهم. إن شاء الله توصل رسالة شكر سيد أحمد عبر برنامجنا رواد النجاح، وأتمنى لك إن شاء الله التوفيق على مدى السنة. شكرا لك سيد. شكرا. بالختام شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، اللقاء في حلقة جديدة مع كفاءة جديدة. دمتم في أمان الله.